على الرغم من نجاح الملحن محمد مديان مع نجوم كتير، إلا إنه الصدى الكبير اللي حققه نجاح أغنية حبايب إيه مع عمرو دياب ليه طعم تاني عنده. المجال الفني أصلاً فأنا من جمهور عمرو دياب وبحبه عشان هو فنان يستاهل ان احنا نحبه. راجل مجتهد على شغله جدا رغم ان هو وصل لمكانه مش محتاج كل المجهود اللي بيعمله ده وبيعمله لسه لحد دلوقتي. فانا بتعلم منه بصراحه يعني، وانا شغال معاه اتعلمت منه كتير من اجتهاداته. عشان الشكل مضطرين. أغنية حبايب إيه كان من المفترض تكون هي أغنية الهد في الألبوم، إلا إنها تم تغييرها، فهل أحزن ذلك؟ الحاجات دي ما بتفرقش معايا قوي، أهم حاجة إنها تنجح. يعني ممكن أعمل هد ألبوم وما تبقاش ناجحة مع الناس، أهم حاجة إن الأغنية تعجب الناس. فالحمد لله رد فعل الناس كان من الأغاني المهمة يعني في الألبوم، كانت حبايب إيه الحمد لله، ورد فعل الناس عجبني جدا. أنت اللي زيك عملنا نترى قليلين في الدنيا، صعب يكونوا أصلا موجودين. مديان غنى في حفل زفاف أغنية عملة نادرة وحازت على إعجاب الجمهور اللي طلبوا بالاستمرار في الغناء بجانب التلحين، إلا أنه متردد في اتخاذ هذا القرار. بيني وبينك بخاف أن أنا أعمل خطوة الغنى دي ما تبقاش قد اللي أنا عملته كالألحان، فعشان كده دايما بحرص قوي قبل خطوة الغنى دي عشان عايز أعمل حاجة تكون بجد تنزل بشكل كويس. بجانب تلحين وأغاني الألبومات بيشارك أيضا في ألحان أغاني الأعمال الدرامية. بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشينه اسمه حياة. أغنية الحب بتاعت الفنانة أصالة في مسلسل لا تطفئ الشمس دي الحمد لله خدت نجاحها، وعملت قبل كده أغنية تامر حسني بين يوم وليلة في مسلسل فرق توقيت والحمد لله برضو خدت نجاحها. ده غير بقى الأغاني اللي بتنزل في السيديهات دي ليها نجاح بطعم تاني بالجمهور اللي بيستنى النجم بتاعها وكده. كلامه ليا وطريقته ده حبه وحاسس بيه وشخصية اللي عايزه وعايش حياته ليه. ألبوم أصالة الأخير مهتمة بالتفاصيل كان لمديان مشاركة مميزة فيه من خلال أغنيتين. أغنية اسمها قاصد إيه، والأغنية قاصد إيه دي كلمات هشام صادق وتوزيع كريم عبد الوهاب، وأغنية كل ما تفتكروا أغنية كلمات تامر حسين وتوزيع عمرو عبد الفتاح. هي لونين عكس بعض تماما، ويمكن أنا مع الفنانة أصالة دايما بنزل باتنين سبحان الله دايما يعني.